سرحانة في مين؟ هيكون في مين يعني؟ هو في غيره؟ مش شايفني خالص يا هند، مش حاسس بيه. كل مرة كان بيروح وياك ويرجع لي تاني، بس المرة دي قلبي مش مطمن. خايفة لحسن يتجوز؟ طب والله لو هيلاقي سعادته مع واحدة تانية، والله أنا اللي هجوزه. يعني مش عارفة، بس بحس إن أنتي نوع غريب قوي من الستات. يعني بتحبي أخويا وعمرك ما قلتيله، ساعديه وأنتي عارفة إن هو داير على حل شعرك، ورغم كده عمرك ما اعترضتي، عمرك ما قلتيله حاجة. بحب أعمل إيه؟ أعمل لك قهوة تانية عبال ما سلمان يعدي عليك. يا ريت. أو مثلا بمناسبة سلمان ده، الراجل ده أنا حاسة إنه قلبه طيب قوي زي اللبن الحليب. هو كده فعلا، وهو ده اللي مخوفني. حد يخاف من القلب الطيب؟ لما يبقى في فرق سن كبير يبقى لازم أخاف يا موسى. طب ما أنت اللي قررتي يا هنا، وأنت اللي صممتي تتجوزيه. حبيته. سلمان هو كل حاجة في حياتي، هو اللي ضمني، هو اللي وقف جنبي لما كنت لوحدي. من غير سلمان أنا كنت مت من الوحدة. بعد الشر عليك، فلا الله ولا فعل. طب أمال إيه اللي مخوفك بقى دلوقتي؟ خايفة من الأيام أوي يا نوسة، خايفة أرجع ألاقي نفسي لوحدي تاني. سلمان مش صغير يا نوسة، وأنا الموضوع ده بيموتني. طب روقي عشان خاطري، هما لسه مخاصمين بعض؟ ها؟ طب معلش انا حساس لان عندي شغل مهم، بس لو سمحت اول ما يجي عامر خليه يجي لي على طول. لا لا ما يصحش يا اخويا، لازم تشرب شاي. اشرب شاي مره ثانيه. معلش اشرب شاي. سلام. سلام يا جم. مع السلامة يا أخوي. سلام يا فوكش. يا معلم يا معلم. تعال. أنا؟ وكان بدك عامر؟ آه. عامر قاعد برا على الكافيتيريا بيلقوا الزباين. بيلقى الزباين. بس روح بسرعة لعنده. فين؟ على الكافيتيريا برا. شكرا يا أخوي. العفو، أهلا وسهلا. هو بس اول ما شافني جاي عليه كده قام ودي وشه الناحيه الثانيه. عامر اهلا. عم فؤاد برنس النقل التقيل. انا دولي عامل معاك ايه؟ مش عارفه اخره الجمال ده ايه يا سوسو. الرجاله اتجننت، كل واحد عايز ياكل ببلاش، ما بقاش في راجل عنده مسؤوليه. أنا زهقت من الشغل، عمالة زيب في عرايس وبنات، وعارفة إنها هتقابل اللي بتحبه، وأنا اللي عمري ما تزينت لحد بحبه. كل لما يغلب حماري أتجوز الواد ناجح وأطلقه تاني. لما اتنفخت إمتى بقى يا ربي هستريح؟ ده أنا حطيت صوابعي في الشقة. رجالة كتير بس الحب هو اللي قليل. ايه الحلاوة دي؟ كل دي حلاوة يا حلاوة. حلاوة روح يا اخويا، ما تحطش ايدك على ستك تاني. الله، وفيها ايه لما احط ايدي على ستي؟ هو انا مش جوزك؟ جوزي ده ايه؟ ما انا طلقتك يالا. خلاص زي ما طلقتيني ترديني تاني. الله، كان فيه وبح، واللي خلص يتعوض من عند البح. طب يلا غور من قدامي، غور من قدامي بدل ما اقلع الشبشب وانسله على دماغي.
الله، اشمعنى انت لما كل بتنادي عليا وتقولي يا ناجح اقول لك انا جاهز اهو؟ طب امشي يا ناجح من قدامي بدل ما افرج عليك الحاره. لا 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 لا، ايه في ايه بس يا ست الكل؟ الراجل ده بيتهجم عليا. هجم لعدم المؤاخذه هو مش جوزك؟ ما طلقتني الموكوسه. طلقتك؟ طب يلا 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 ياك من هنا يلا. لا محدش يقول لي يلا من هنا غير ست سمسمه. طب ست سمسمه بتقول لك امشي من قدامها ومالكش عيش عندها. ماليش عيش عندك ليه؟ شغال في فرن؟ طب وحياتي هتشوفي، هتشوفي ان كنت حننك. اوعى كده. اوعى كده. خير ان عملت يا سمسمه انك طلعت الجعير ده. معقول بقى في حد عاقل في الدنيا يقول ان الجمال ده واللطفه دي تتردم مع الكائن ده؟